بين البي هيك بين البولي هي عبارة عن موز في عبارة عن سو شنو في طبعا هذا وصلنا لموضوع ال واحد الكيس لا أزال الستار طبعا هذا لما تقول هي تسمية موجودة في الدبي ستار ريمان ستار التسمية الصحيحة عادة يورو إيديسس يورو إيديسس إذا بيكن دي إفرا إيديسس إذا بيو إيطاليا واحد يتكلم واحد زين إفرا إيديسس يورو إيديسس أو بزايتو إيديسس هاي التسميات العامة فأول ما ندي هسه ستون الجنور نيكست شنو الفاكتور افكتنج ستون فورميشن او خلينا نقول الريسك فاكتور فور ستون فورميشن اكو كل مريض اكو ريسك فاكتور وفيك ريسك فاكتور ريسك فاكتور كان ظروف تحكم دي من الريسك فاكتور هو عنده مثلا الايج دائما لقيناهم اللي يشتغلون اللي هم ريبرودكتيف ايج جروب بين 20 و 50 تزداد الستون اكثر من البيدياتريك واكثر من يعني بوث اكستريمتيز ابعد واضح الوركينج وليش الوركينج عاده اللي قويه لان هذول يتعرض يعني مثلا للورك تعرض للهوت كلايمت لو اكتيفيتي ما اعرف شنو زاد عند الريسك في بتوين 20 او 50 years of age اكثر السكس الميل مور دان فيميل قبل كانت الريسك هذه 5 الى 1 يعني كل 5 ميل عندهم ستون واحده فيميل هذا الحد خلينا نقول قبل الثوره الصناعيه بتطور المجتمع وبدت يعني الفيميل تشتغل حالها حال الميل بدت البروبورشن تقل صارت من 5 الى 1 4 الى 1 3 الى 1 هسه حاليا احنا بهذا الوقت 1.5 الى 1 يعني كل 1.5 ميل اكو وحده في ميل فتقريبا بالنسبه بدها تساوي فهمتوا؟ الثالثه جينيتك فاكتورز يعني شنو بالجينيتك فاكتورز؟ بيقول الكوكيزيان دول البيض عاد ايش مور افكتد ذان افريكان امريكان قسم يعزوها قسم يعزوها ثيري طبعا مو 100% افريكان امريكان اللي هم الدارك بيبل دول الدارك بيبل بسبب انه اكو ميلانين هواي ما توصل ال اطرا فايلت لايت في اشعه الشمس ما توصل للفاتش فاهم يعني؟ فالفيتامين دي عنده قليل الفيتامين دي هو مسؤول عن شنو؟ عن الكالسيوم فما دام عنده بدا يتحول فيتامين اكتف فيتامين دي فمعناها اقل كالسيوم الايشن اكثر من الكوكيزين الكوكيزين اقل شيء ليش الايشن يعزوها اكثر؟ الايشن باعتبار انه سيريال الاكل مالته غالبا تلمع غالبا هاي شايفيته او اسمك يعني حسب اليابان اكو واحد بس فاكتور اكثر من الكوكيزن بس هو يبقى اقل من افريكان امريكان تمام؟ نيكس الاكسترنسيك فاكتور الجيوغرافيك لوكيشن كلايمت اند سيزون يعني مثلا الهوت كلايمت اللي احنا جزء منها الاجواء الحاره دائما يصير ديهايدريشن ديهايدريشن واحد من الريسك فاكتور فور ستون فورميشن فالموجود عندنا اكثر ما موجود بالشمال عندنا مثلا بافريقيا اكثر مما موجود باوروبا وهكذا اللوكيشن جيوغرافيك لوكيشن الكلايمت هذا كذا سيزون شو وقت يصير عاده سمر اكثر من الوينتر يوريتك ستون بيكم مور بريفلنت ديورينج ذا سمر ليش؟ هذا الحكي حكينا الثالثه الووتر انتيك اللي دول عندهم الووتر انتيك اقل من 2 لتر بير داي يزاد عنده ريسك فاكتور هواي هسه احنا عندنا بالمجتمعنا هواي خصوصا بالفيميل قاعده بالبيت ما تشرب وتر يعني نادرا الا اذا تذكر اذا زاد عندهم ريسك فاكتور فور ستون فورميشن الدايت الدايت احنا بالمجتمعات اللي تعتبر يعني ايكونوميكلي هاي ايكونوميك ليفل هاي ايكونوميك سوشيال ايكونوميك ليفل احنا هاي ايكونوميك ليفل هذا يعتمدون على انه ايش قد تاكل بروتين دايت احنا من هاي بروتين دايت يعني بمعنى هسه احنا كنا هسه كم واحد فينا ترى يكبر هواي كم واحد فينا هسه راح يرجع للبيت ياكل تمن مرق ويا لحم واي كم واحد مينا هسه بالعشاء راح ياكل نوع من انواع اللحم لو دجاج لو كباب لو ما اعرف شنو كله بروتين انتيك هذا الهاي بروتين انتيك واحد من الريسك فاكتور فور يوريك اسيد فورميشن اللي هو وان تايم اوف ذيس تايم واضح؟ الاوكيوبيشن شلون ياثر هذا الاوكيوبيشن؟ الاوكيوبيشن اللي بيه سدنتري لايف ستايل اكثر يعني قله الحركه يعني مثلا ميديكال ستاف اللي احنا اغلب هسه شغلنا ما يتجاوز مرحله ان اللي ينزل المريض كلش تروح لبدها ايش قد تمشي يعني اليوم؟ ساعة ما تطلع ساعة إذا كلت سوية هذا يسموه سدنت اللايف ستايل الناس اللي بتشتغل مثلا بيكر الخباز البي هات هات كلاينت هذا يصير عنده ستايل تمام؟ الوركر الهارد جوب اللي هو يعرق هواي بيه كذلك هذا ريسك فاكتور تمام؟ نيكست كل
كيدستون تايبس. طبعا يقسمون كيدستون تايبس عاده اكوردنج تو ذا كومبوزيشن للتكوين مالتها. حصل شنو التكوين مالتها هسه حصل من شنو اي واحد هذا جيوغرافيك دول الجماعات الجيولوجيين يقول يا ابو هاي الاحجار شلون تكوينها؟ هذا يقول لك تكلسي، هذا يقول لك رسوبي، هذا ما اعرف نفس الفكره. شنو الكومبوزيشن مالتها؟ هذا التقسيم الرئيسي، قسم نقسمها على شنو انه راديو اوبيك وراديو لوسنت، يعني بالاكس راي تنشاف لو ما تنشاف. راديو اوبيك تنشاف، راديو لوسنت تنشاف، قسم يكون بها زايد، سو راديو اوبيك، فينت اوبيك ولوسنت. تمام؟ قسم هم بعد دايت يكون بها زايد، راديو اوبيك، سيتي اوبيك، شوي بيزداد بها. فهمت علي؟ قسم يقول لا اكوردنج تو ذا شيب. يعني مثلا اكو ستاك هونستون اللي يصير في قدر غزة، اكو اوفر شيب، اكو ما اعرف شنو. اهم تقسيم هو اكوردنج تو ذا كومبوزيشن، التكوين المحتوى مالته. استون بي كلاسيفايد اكوردنج تو ذا كومبوزيشن، اكس راي ابيرنس سايز اهم شيء، هاي التقسيمات مالته. سايز يعني مثلا اقل من 1 سنتيم اكثر من 1 سنتيم. الشيب ستاك هونستون اوفر شيب. الاكس راي ابيرنس اللي هنا قلنا راديو اوبيك راديو لوسنت فيت اوبيك. راديو دنسيتي اون الاكس راي، راديو اوبيك اللي هي كالسيوم، منو ذني راديو اوبيك عادة نشوفها؟ ما دام هي كالسيوم راديو اوبيك. ما دام هي كالسيوم ليش احنا نبغى نشوفها بالاكس راي؟ نبي كالسيوم. فكل شيء فيه كالسيوم هو راديو اوبيك، كالسيوم فوسفيت، كالسيوم اوزاليت. فتكون ذا موست راديو دنس بيك ات موست از سين از بون، يعني نتباوع عليها بياض البياض البون. اذا نريد نتطور، مثلا هذا نشوفها احنا بالاكس راي العادية كيو بي مثلا. من دزها سيتي. السيتي هم يضغط الدنسيتي بس بطريقة شوية أكثر احترافية. ما يقول لي مثلا هارديو بيكار دنسيتي، يقول لي هذا الهاوس فيلد يونت مالتي درجة الكثافة. الهاوس فيلد يونت كلكم قارين هاوس فيلد يونت. السيتي يقسم الهاوس فيلد يونت إلى إكستريميتيز. الصفر مالتي يعني إذا قال لك هاوس يونت زيرو، هو عادة فلويد اللي هو الماء. إذا قال لك ألف بون كالسيوم، إذا قال لك ماينس ألف فات غاز وما بينهما. يعني بما معناها عادة الستون ما معقول الستون تطلع مثلا ناقص 20، مستحيل، لازم بيه تراب. فصفر وفوق. اليوريك اسيد، اليوريك اسيد اللي هو اكثر واحد ردي لوسن، اليوريك اسيد 400 وفوق. تمام؟ الكالسيوم قريب لل 1000، يوصل 1500، يوصل 2000. من تشوف هذا الرقم مثلا جتك مثلا مريض قال لك هاوس فيلد يونت مال هاي الستون 1500. راح سوي لك كيو بي تلقيها اكثر بياض من العظم. اذا قال لك 900 تلقيها شوي اقل بياض من العظم. فهمت علي؟ خصوصا اذا كان ابو سيتي هايلي بروفيشنال بحيث يسوي كالبريشن يصفر الهاوس فيلد يونت. شلون يصفر؟ على كل مريض، على كل مريض مو اخذ له سيتي يروح يدور وين الاير اللي هو موجوده وين؟ بالبطن. يدوس عليه. اذا قال له مثلا هذا الهاوس فيلد يونت مال هذا الاير مثلا قال له صفر. خطأ. قال لا هذا الهاوس فيلد مالته ناقص 1000. صفر صفر هذا المريض. راح للستون قال اعطيني الهاوس فيلد مالته يطيح على طول. فهمتون؟ ريلاتيفلي راديو لوسنت اون بين اكس راي اهلا مثلا ريلاتيفلي راديو لوسنت هذا الاسم الثاني مالتها فينت او بيك. يعني لو يسموها ريلاتيف راديو لوسنت لو يسموها فينت او بيك. يفسر الماي بعدين جهدي بالماي. مره يقول يعني انشاف بس على كيف. زين مره يقول لا ما انشاف بس يراد لك تركز. نفس الفكره. اللي هي هم السيستين ستون والستروبايت اللي هو الماب ستون اللي هي الستايل فورم ستون كومبليتلي راديو لوسنت كلش ما تنشاف بالاكس راي هي اليوريك اسيد وترايمتري وزانتين واندينابير. الستون الوحيده اللي ما تنشاف بالسيتي الوحيده اللي ما تنشاف بالسيتي ترى فقط الاندينابير اللي هو شنو الاندينابير؟ انتي ريترو فايروس يعني مال الايدز يعطون الايدز هو الاندينابير يسموه انتي ريترو فايروس هذا الوحيد ما شاف بالسيتي. زين هذا شلون راح يشخصه؟ According to the high index of suspicion يعني مثلا عنده عنده كوليك سوي سي تي ما لقي هاي index of suspicion لداخل الدنابير لداخل بس يقطع اسبوعين ايش تسوي؟ بس يقطع عندنا دنابير اسبوعين طبعا ما تشوفه المجتمع عليه زوم يا بيكم شايفين زي الايدز هل قاعد بيكم شايفين؟ مو بس بالافلام According to the size of suspicion الستون which grows to occupy the renal collecting system, the pelvis and one or more renal calyces are known as Staudhoff calculi. يعني تعريف Staudhoff calculi هاي هواي خطوة بيها هم جماعة الراديولوجي. يعني شفناه كل ستون أكثر من 2 سنتيم كاتبوا Staudhoff ستون.
معناه انه يجوز بس بالبكستون يعني اوفر الشيب. بينما التعريف مالته لازم ستون which grow to occupy the renal collecting system, the pelvis and one or more renal calcs. يعني لازم يكون لها calcs. يعني ستون طالع على وحده من calcs اقل شيء اذا مو كلها. اذا كلها يسموها casting stone. cast هو القالب. اذا اخذتها كلها pelvis والcalcs كلها الابر والميدل واللور صار casting stone. يعني ماكو collecting system كلها عباره عن ستون. بس مو موجوده بس البلفس يقدر يستخدمها ستون. واضح؟ Are known as stag horn calculi since they resemble the horn of the stag. Stag تعرفوا شنو؟ الوعي اللي هو هذا شايف هذا يطلع كذي يطلع ورا من مرة طلعت ملكة مال بريطانيا تبكي على شو واحد بكتب مكتوب هذا صور كبير تبكي بحيث على مساء شاعر مساء طبعا الأمريكي ميكانيزم اوف ذا فورميشن. طبعا هاي كلها عباره عن ثيريز شلون صارت الرينال سيل شلون صارت اليورينال سيل. لازم نقول السوبر ساتوريشن ثيريز. شنو هاي السوبر ساتوريشن ثيريز؟ خلينا نختار مثال مثلا كالسيوم او زيت. تمام ناخذ مثال خارج المدرسه. اذا عندنا هسه كاب اوف ووتر تمام عندنا فد يعني خلينا نقول فيو اماونت اوف سولت. هذا السولت اللي هو الصوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد هذا الماء ايش قد ما اخليه من البدايه وخطيته تمام الى ان توصل مرحله تكون يسموها الكريتيكال بوينت المنطقه الحرجه. النقطه الحرجه انه هاي النقطه اذا اضيف هاي النقطه اذا اضيف بعد ما يذوب كونستريشن از ذات صار كونستريت صار سوبر ساتوريشن صار سوبر ساتوريشن اوف ذيس ايلون. يعني صار سوبر ساتوريشن اوف كلورايد اند ايلون. الباقي بعد ما يتحمل جزيئات الماء وين تروح؟ يصير بيدي بوزيشن. هذه الفكرة هم يقولون نفس الشيء. يعني إذا عندي أنا مثلاً واحد يسوي كالسيوم أوكساليت لازم أنا أوصل سوبر ساتوريشن أوف ذيز أيونز عند الكدني أو عند اليورين. يعني لازم الكالسيوم أماونت أكثر من رقم محدد والفوسفيت أماونت أو الأوكساليت أماونت الأيونز أكثر من رقم محدد. بهاي النقطة صار السوبر ساتوريشن. واضح؟ نفس الفكرة. لازم تقول يابي مو إحنا شفناها هسه هذا نفسه المي والملح. إذا خليته ما يمنع وخليناه على درجه حراره معينه راح يذوب. زين احنا مو شايفين اكو ناس عابرين السوبر ساتوريشن وما صارت؟ زين صارت وشرب مي لازم تذوب، ليش هذا تكون عندك كريستال؟ فقالوا ها واكو في النظريه الثانيه اسمها النيوكليشن. شنو هاي النيوكليشن؟ اكو في النايدرس ايا كانت فتذره لاي شيء مثلا فورن بودي يوريك اسيد مثلا سواء صارت على السريعه اول ما تتكون هذه ترسب فوقها هي تكون البؤره وهذه تركب فوقها يسموها نيوكليشن. فهي يعني مثل ما عندنا انا هسه مي مو احنا نعرف المي يتحول الى ثلج ناقص اربعه زائد اربعه ممكن هيك نعرف البيور ووتر ديستلد ووتر ناقص اربعه زائد اربعه المفروض يتحول الى ثلج. زين انا مرات اوصل للصفر وما صاير مجرد اذا بقطعه ثلج صغيره ترسب شايفيته رزق يتحول الى كله عباره عن ايس. قال هاي فكره نفس الفكره. هو وصل سوبر ساتوريشن بس لما تجي من عدس. ناس تقول لا هذا الحكي هم ما شايف فيه شوف الحين شنو هو قابل؟ قابل انا خليها من الثلاجه. قال لا اذا معناها الثيار الثالثه هي الاجريجيشن. اجريجيشن شوي شوي. قال اكو مكان موجود من سب سيروزم سب ميوكازم سب ميوكازا يعني وين الكولكتنج سيستم؟ اكو سبب ميكوزا يصير كلاسيفيكيشن سبب ميكوزا سموها هذه يسموها راندر بلاك يعني تكدسات راندر. قال تكدسات راندر تصير سبب ميكوزا ما لها علاقه وتظل تكبر شوي شوي تصير ايرودنج ميكوزا. مجرد انها صارت ايرودنج ميكوزا لو هي نفسها تصير ستون لو صار هي نايدرس وتكمل الاجريجيشن. ما حد شايفها بعدين احنا راندر بلاك هسه راكم اياها هسه رايكم راندر بلاك هسه اقول لكم هاي راندر بلاك بس هي صدق هاي الثياب هي راندر بلاك راح تطلع سراكم اياها مريض حبيب. هل هي صدق هاي القصه؟ ما حد فقلنا انواع الستون اكوردنج تو ذا كومبوزيشن. بعد شنو يسوي هي مثلا؟ هسه راح نجي للنظريه الاولى اللي هي سوبر ساتوريشن هايبر كالسيوري. يعني لو كالسيوري موجوده عاده شفت كالسيوم زايد يطلع الى ان يوصل مرحله يصير هايبر كالسيوري excretion of more than 7 millimole of calcium per day. يعني يعتبر hypercalciuria. اما and more than 6 millimole per day in women.
اذا عبرنا هذا الليفل يعني اخذنا 24 اور يورين كولكشن ولقينا كالسيوم اكسكريشن مور ذان 7 هذا شنو؟ هايبر كالسيوري. زين شنو الكوز مال هايبر كالسيوري؟ قال الهايبر كالسيوري لو اكو انكريز ابزوربشن من التستد لو اكو انكريز اكسكريشن اوف ذا كلي لو الثالث يسموه ريزولتيف. ريزولتيف شنو؟ اكو فتح هرمون ينفرز يروح يطلع يشتغل على البون يسحب الكالسيوم من عنده فيصير هايبر كالسيوري. لذلك فور ثيريك ابزوربتيف هايبر كالسيوري اللي هو مسؤول عنها التستد رينال ليك اوف ذا كالسيوم والثالثة ريزولتيف انكريز ديمينرايزيشن اوف ذا بون. اكثر واحد مسؤول عنها هو الهايبر باراثيرويدزم وانا احد اقاربي ستون 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 بحيث مسوي عمليات يا احد على حكي انا يعني بالكليه وش تسمع القصه ده. واحد قال لي يا ابني ما اعرف انت شو لك شغله واحد نصح في مكان ما ادري اسوي هايبر بارا اسوي بارا ثايرويد هرمون طلع هايبر بارا ثايرويد مجرد انه سوى سيرجري كومبليت ريليز انتهى الموضوع كل شيء فهمت علي؟ نكست اليوريك اسيد احنا شو نسميه هايبر يورو لا هايبر يوريسيميا وين موجودة؟ بالقلب هايبر يوريك اسيد يوريا تمام؟ يوريك اسيد اسينشالي انسوليبل ان اسيد يورين هذا حكينا شوية فوق مهمة ان اسيديك يورين انسوليبل ان الكلاين يورين اكثر ستون يفيد بها الالكلينيزيشن اللي هي البوتاسيوم سترينت هو اليوريك اسيد تمام؟ اكثر ستون يفيد بها هلا عرفت شلون Human urine is acidic. ليش يصير human urine is acidic؟ بكتيريا. هاي واحدة من هو أصلاً البكتيريا ما تعيش بالأسيديك يورين. بس شلون صارت؟ لأنه كل الميتابولايت تنتهي بأسيد. يعني البروتين تتحلل. من أسيد. إذا صارت يورين أسيد. بيستوي في الهيدروجين وهكذا فيكون اسيديك يورين. And this low pH combined with super saturation of the urine with uric acid predisposed to the uric acid salt formation. عادة يجي pH of the urine أقل من 5.5 تمام؟ وهذا يعني سهل جدا إنه نسوي له بروفيلاكسيس. لو نقول له يا ابن اشرب أكنزيشن بسهولة. إذا يريد ناتشرال نقول له اشرب سترس فلويد اللي هنا يعني ليمون اورنج لان هاي ليش سموها سترس؟ لانه هاي ستريت كومبوزيشن بيها سموها سترس لهذا السبب. الستريت بالنتيجه النهائيه مالته يتحول الى صوديوم بايكارب. صوديوم بايكارب ينفرز باليون شو يصير؟ الكلينيزيشن واضح؟ انزين يقول لي مثلا ما تحمل الكل ما حمل نعطي بوتاسيوم ستريت او صوديوم بايكارب ما أقول لك، تمام؟ نعم. الكالسيوم تصفية الصدر. أكثر البيسك مودرينال رينال تيوبلر أسيدوسيس اللي هي RTA هسه بحكي عليها الـ RTA شيء واحد. الـ RTA تسمى واحد من جنرال و RTA رايت ترافيك أكسيدنت. طبعا غيروا اسمها من RTA إلى RTC. أعتقد لهذا السبب. أعتقد لهذا السبب. الـ RTA هي هاي. فالريجة كانت دائما تصير بها يعني فاهم علي؟ فحولها من RTA بيرجع الى RTC اللي هي مختصر شنو عمان؟ رود ترافيك سيجن كل شيء صدمه اكسيدنت واضح؟ الاكسيدنت كان RTA صار RTA رود ترافيك اكسيدنت هسه صارت RTC هي هذا يعني كل شيء اخر شيء. A defect of the renal tubular protein secretion resulting in an impaired ability of the kidney to acidify urine. انا راح احكي لكم اياها بعدين بعدين تقروها. Renal tubular acidosis 3 times. Type 1, type 2, type 3. Type 1 هو distal tubular acidosis. Type 1. Type 2 هو proximal. والtype 3 هو renal leak. Renal cause. Tube of Henle. Tube of Henle won't be proximal, be distal. هو مو طبيعي. Normal physiology. Normal physiology. The absorptions. Distal يسوي لك secretion. يسوي هيدروجين. Proton. اللي هو proton H plus. والبروكسيمال يكون مسؤول عن البايكارب ريزوربشن يسهل واضح؟ طبعا اليوم تقدر اسيدوسيس الاسيدوسيس هو وين؟ اليورين بالبلاد والالكلام اليورين واضح؟ فالتيست مالته واحد من عندهم انه نعطيه اسيد اذا صار اسيدفيكيشن اوف ذا يورين
على موري نانتو بروسس. اذا ما صار اذا التشخيص صحيح. اوكي التايب 1 اللي هو الدستر نورمال فيزيولوجي انه الجسم يطرح البروتون عن طريق الديفكت لما يطرح البروتون تمام. النورمال فيزيولوجي بالبروكسيمال اللي هو التايب 2 انه يصير باي كاب ريزوبشن قد يطلع يسحب يستفاد بهذا ما يسحب. تايب 3 هو ما بيها شيء بس هو الكدني تلاقيك فوسفرس الى حق الاذر اي اوكي نكست. كالسيوم كالسيوم يا خز فاسفيت اللي هو الاسم التجاري مالته اللي هو الاسم الشائع حافة يوم سمعان روشت ستون روشت يعني بي ار يو اس اتش اي تي اي. شنو هو الروشت؟ المكنس الحديد هاي تجي يسون بيها ماشي يكون بيها الزجار ماشي مش هكي تشون صار سبايك مش ضيف المشط الحديد هو هذا البروشت كان يستعملوا مال البيع هاي هو هذا البروشت زين. تايب زون نمير اختبوا رأسي دوس هذا الشيء ليه؟ تايب 1 تايب 2 تايب 4 تايب 4 ما هو ماكو تايب 3 بالمناسبة تايب 1 تايب 2 تايب 4 ماكو شيء اسمه تايب 3 مثل ما تذكرون تايب 2 مثل ما ذكرتها اي ذكرها مال شو اسمه بوستيريور ترول بار اكو تايب 1 تايب 2 ما حد شايف نفس القصه اي عفيف سيتروفايت سيتروفايت هي لها هاي التسميه سيتروفايت مال بيستون الاسم الثاني والثاني هو بيستون الاسم الثالث. سيتروفايت واحد واعتقد اعتقد اعتقد ما متاكد من عنده اعتقد هو طبيب سوفيتي او اوكراني او الشيء هذا جيولوجي ما له علاقه شاف نوع من الحجر يتكون من المغنيسيوم والايون والفوسفيت مغنيسيوم امونيوم وفوسفيت ماربستون مغنيسيوم ام اي امونيوم والبي فوسفيت من اجوا لهذا لقوا هم هنا ماربستون فهم عرفانا بفضله سموه على اسمه سموه ستروفايت اسم شائع جدا ستروفايت وايد نستعمله ستروفايت الاسم الثاني نستعمله ماربستون والاسم الثاني نستعمله ستايكون ستون اكو مرات تسمعون انفكشن ستون انفكشن ستون وليس انفكشن ستون مو معديه انفكشن ستون لانه هي مسؤوله عنها اكو بكتيريا مسؤوله عنها اليوريا سيمبليتيك اورجانيزم على راس القائمه بروتياس ميرابيلس بروتياس ميرابيلس وتجي وراها اي كلاي وكلبزيلا بس هي اشهر وحده بروتياس ميرابيلس. هاي شو تسوي بروتياس ميرابيلس واخواتها بروتياس ميرابيلس تروح تاخذ اليوريا تسوي لها ديجريديشن طلع من عندها سيوتو وطلع من عندها امونيا. الامونيا هي تسوي الكلينزيشن اوف ذا يوريا من سوى الكلينزيشن اوف ذا يوريا سوى بروتكتيف ميكانيزم بعد ماكو اسيديتي تقدر تتكاثر بكيف من تتكاثر تحتاج سبستريت يعني سبستريت حتى تختاط معدة بالاند برودكت مالتها يطلع المغنيسيوم والامونيوم والفوسفيت لان المقابيه تحت البيانات صارت تستوي عاده بسرعه تكبر. اوكي اللي حكينا عليها قلنا اسمها ستار هوم ستون واضح؟ This stone are composed of magnesium, ammonium and phosphate. اختصارها تطلع ماربستون. They form as a consequence of the urease producing bacteria. يعني بيها انزيم اسمه يوريز. اليوريز يشتغل على اليوريا. Which produce ammonia from the breakdown of the urea. The urease hydrolyzed urea to carbon dioxide, ثاني اكسيد الكربون, and ammonium. And in so doing, alkalinize urea. عند الأكلان كونديشن مستوى في مغنيسيوم أمونيوم الفوسفيت فاسيلتيت صارت مستوى سيستين ستون هي واحدة من الانبوت ايراق اوف ميتابوليزم البدايات في الايج جروب. هاي الكدني ما تقدر تتعامل ويا اربع امينو اسيد اسينشال امينو اسيد نختصرها بكلمة كولا السي سيستين الاو اورنيثين ال لايسين الاي الارجينين فمختصرها كولا. لان ايش ما به مشكله بهذا انه اذا زاد كونسنتريشن مالته يصير بريسبتيشن يصير ستون اللي احنا قلنا شنو شكلها من بيها ستون فينت او بي لو رجل تمجي رديو بس كيف تبدون تختارون من هذه سيستين از اكر اونلي ان بيشنت وذ سيستين يوريا عن انهرتد اوتوسومال سيستين از فيري انسوليبل سو ريديوست
absorption of the cysteine from the proximal tubule, which can be the proximal tubule, resulting in super saturation with cysteine and cysteine crystal formation. Cysteine is fully soluble in acidic urine. يعني بما معنى حالة حالة uric acid. لازم شو يسوي؟ هو من اسمه amino acid. داك اسمه uric acid. هذا اسمه amino acid. فلازم شطب علاجه. Alkalization اللي هو لو potassium citrate شهير لو sodium bicarbonate. تمام؟ Evaluation of the strong formula. هاي هسه نحكي. لحد ذاك الموضوع عندكم سؤال؟ عندكم سؤال علي؟ بس ملاحظة قبل لا ننتقل لخطوات الوراء. الستور مانجمنت حالة حال انا دائما اشبهها طبيب الاسنان. مرات تروح طبيب الاسنان يعالج لك السن بي مشكلة. تروح على فترة يطلع بصف بي مشكلة. تروح طبيب ثاني يعالج لك السن هذا بي مشكلة. تمام؟ ويقول لك ضارب على الثاني هم ترى لازم اصحح ارجع عليك. هذا شوي اشطر من قبل. الثالث يعالج لك هذا السبب المشكله واللي بصفه ويقول لك ترى عندك ثاني مشكله هي جاي تسوي لك تسوس فلازم نعالج المشكله الرئيسيه حتى ما نضل احنا يومين. خلينا نقول مثلا ما تفر رئيس، خلينا نقول مثلا تاخذ كوكيز ات نايت، هاي الحلويات تاخذها كانديز، عفوا كانديز ات نايت، يعالج لك المشكله. فهمتني؟ وين فرق بين الاول والاخير؟ فرق من اسم القاعد. هذه نفس القصه. تلقيك طبيب يعالج الستون بيرسيك. يجي يوريك اسيد يوريك ستون يعالج يوريك ستون يعني توب ورا فترته. يجيك طبيب يقول لك يا ابي انا عالج ستون واقول اعتقد عندك فوق هم وانا ذا رينا ستون خلينا نعالجها يعني هم شيء لك هم شيء لك. يجيك ثاني يقول لك يا ابي خلينا نعرف انت ليش صار عندك الحزم هاي شو خلاص من عندك غير شيء لك شيء لك الفكره سويت الحزم تمام. فعندك اخطاء كيت وكيت 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 لازم نصلحها. شلون نعرف هاي الاخطاء الكيت وكيت؟ واحده من عندهم هسه بعدين نرجع على هذا الموضوع، واحده من عندهم احنا شلون عرفنا الستون كومبوزيشن؟ يعني طلعت الستون، شلون عرفنا الكومبوزيشن مالتها؟ مختبط. عافيه. طب المختبط شنو الطريقه مالته؟ لازم يكون ميكانيزم اوف اكشن فور ذيس تيست. شنو الفرق؟ طبعا ما له علاقه بالعلم، هو اصلا سويناها علمنا عليها مجموعه فيزيائيين جماعة الجبل جيولوجي مال الجبل ما شنو ذول هم علمونا شلون نسوي ستون فور ستون اناليسيس. هذا ستون اناليسيس شنو الفرق؟ مجال صوتي واحد من الطرق هذا يسموه كيميكال اناليسيس. يكسرها تمام؟ يكسرها يطحنها ويجيب انذر سبستريت يعني مثلا مثلا كالسيوم او سايس يجيب فت ايرون يخليه موجود كالسيوم يتحد وياه اذا موجود كالسيوم مثلا يخليه وياه فرضا ما بتكلم يعني بخليه وياه اوزايد قلت له فد كذا معين اذا معناه موجود الكالسيوم كواشف وهكذا هذا يسموه كم اناليسيس يا يعني شيء من الدكتورز. هاي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يسموه اكس راي ديفراكشن يقولون كل شيء بالكون انت تضربه اكس راي وينعكس من عنده ينعكس من عنده اكس راي فد فيلد هذا الفيلد تقدر تحلله تعرف هاي شنو التكبير مالته يسموه اكس راي ديفراكشن. شويه طور العلم قالوا اكو انفراريد ديفراكشن يعني كل مركب بالكون من تضربه بالانفراريد تصعد درجه الحراره تصعد درجه الحراره الى حد معين يعطينا فد سبكترم. هذا سبكترم من الطيف مالته من حل الطيف مالته من اللي اعرف التكبير مالته حلو بين الثلاثه شوي لما كان سبقوا العالم بخطوه اضافيه اكيد اصغر خطوات اعتقد يعني شفتهم هذا الموضوع خطوات هواي. اكو فد شيء يسموه هذا سيتي شبيه دقيق سووا فد شيء يسموه مايكرو سيتي. شنو هذا مايكرو سيتي؟ تجيب هاي الستون الصغيره تخليها بمكان يسويها سيتي من هذا سيتي يقول لك هذا نفس الجينات مالته. النايداس تتكون من يوريك اسيد وبالضبط تتكون من 2 غرام الفوقها تتكون من كالسيوم اوكسالات وبالضبط الثكنس مالته هالقد يعطيك الشيء مالته يعطيك ما اعرف شنو هذا يسموه مايكرو سيتي. طبعا من قد ما سابقين انا سمعتها ب 2014 من الامريكان لحد هاي لحد هسه ما نازله بالكتب شو كيف سابقين يعني عندنا؟ يعني حتى مو جاي يشتغلون ولا حتى جاي يشتغلون بيها يعني جاي يجي ريبورت من عندهم مايكرو سيتي ما نازله الا مايكرو سيتي ما اعرف شنو مايكرو سيتي انا شفتهم عرفت يعني تخيل هم ايش قد واصلين
فهمتون؟ طبعا الناس السابقين العالم الامريكان الالمان الباقي كله خريطه والله العظيم الامريكان الالمان يعني الالمان بالبوليه غالبين العالم في سنه ضوئيه الامريكان يروحون يدربون بالمانيا بالبوليه زين فقلنا ايفاليوشن اوف ذا ستون فورمر هسه هذا المريض قبل ستون فورمر شو نسوي له؟ ديترمينيشن اوف ذا ستون تايب اند ميتابوليك ايفاليوشن هاي ميتابوليك ايفاليوشن اشرح لكم عليها Allow the identification of the factors that led to stone formation. So advice can be given to prevent future stone formation. I should tell stone. بس غير أعطي advice. اعتمادا على metabolic analysis واعتمادا على stone type. The metabolic analysis. واحدة من عندهم. واحدة من عندهم. 24 hour urine collection. أجمع 24 ساعة مال يورين. ويعطيني مثلا calcium excretion per day هل بيت. Phosphate هل بيت. Citrate هل بيت. Magnesium هل بيت. هذا ما لقينا مختبر بالعراق يسوي. حتى سواء نتائج ما انتظر. لان هذا يجي كونتينر خاص والمريض العامل قال له مثلا راح اسويها مثلا فرضا راح اسويها من 8 ل 8 الصبح من 8 الصبح ل 8 الصبح الفيرست فويد ب 8 الصبح اوف لا تاخذه من وراها شو تجمع؟ اعتبرت ب 8 الصبح يعني اذا تبولت ب 10 انت باي ب 8 ودبيناها ديسكارد يعني دبيناها من 8 ل 10 هذا اليورينيشن هو تابع علما مال هاي المسافه تبدا تجمع 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 لاست يورينيشن بي ساعه لازم 8 الصبح اوكي راح اشرح لكم اياها بس ما ذاكرها هنا جمعها وداها للمختبر من يخلص من يجمعها كل تجميعها يخليها بالريفرجريتر درجه حراره زائد 4 واضح وداها للمختبر طبعا يكون سبيشاليست مو اي واحد اول شيء يسوي اسسمنت فور 24 اور يورين فوليوم لازم تكون مور ذان 2 لترز حلو هاي الامور بعدين لازم يسوي كالبريشن يعرف هذا المريض جمع اقل من 24 ساعه لو اكثر من 24 ساعه اول تيست يسوي الكرياتين اكسكريشن الطبيعي كرياتين اكسكريشن الطبيعي بير اور 1 جرام ما متاكد من هذا الرقم فمثلا بعدين اتاكد لكم عنه فمثلا طلع عندنا الكرياتين اكسكريشن مثلا احنا قلنا مثلا غرام كل ساعه اذا طلع عندنا 26 معناها هو عابر 24 ساعه اذا طلع مثلا 20 وقت من 24 ساعة يشيل هذا كله يحذفه يقول عيدا بجد لازم يعرف هذا المريض يسوي صح ولا غلط تمام وراها يبدي يسوي الاناليسيز اوف ايون اكسكريشن احنا طالبين ويقارنوها بمن بعد بالسيرم الكترولايت يعني مثلا البوتاسيوم سكريشن هبل زين هو السيرم الكترولايت موجود عنده هايبركاليميا فلازم يكون نورمال ايون سيرم ايون واحد يعني اطلع هايبر كالسيوري هذا الهايبر كالسيوري شلون نعرف ان رينال ليك لو ديتو هايبر كالسيوري اسوي سيرم كالسيوم بهالبساطه هذا فهمتوا؟ ستون تايب از انالايز باي هاكسنا بولاريزنج مايكروسكوبي اكس راي ديفراكشن انفراريد سبيكتروسكوبي كيميكال اناليز احنا نقدر نستعملها هسه حاليا كيميكال اناليز في بعض المراكز تستعمل الانفراريد سبيكتروسكوبي بدي استعملها بطريقه خاطئه جدا لذلك تجهز بنتائج خاطئه مثلا مركز النجف مشترين جهاز انفراد سبيكتروسكوبي من النوعيات الرديئه والقيسه سيء جدا فعاده ما يعني لا يؤخذ بها الكيميكال اناليسيس احنا خليناها بديل القائمه لانه هو وصل لك اضعاف واحد بس الموجود افيلبل عندك كيميكال اناليسيس واضح؟ نيكست ريسك فاكتور فور ستون ديزيز الدايت مثلا لو فوليوم انتيك ميت كونسبشن فيتامين دي هاي دوز اوف فيتامين سي شنو اسمه العلم مالها؟ اسكوربيك اسيد اسكوربيك اسيد الدراج مثل حكينا عندنا بيرك يو تي اي اموبيلتي ها مو موبيلتي اموبيلتي قله الحركه سيستميك ديزيز سيستميك ديزيز دائما اسوشيتد ويز انفورميشن فاميلي هيستوري رينال اناتومي اذا عندنا مثلا بيو جي اوبستراكشن راح يصير ستاجنيشن يبقى هاي يصير بريسبيتيشن بريفيوس باور ريسكشن اور جنرال باور ديزيز هاي شنو سببها؟ من نسوي باور ريسكشن من نسوي باور ريسكشن يقل الاوكزايد اكو 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 بكتيريا موجوده بالقولون مسؤوله شنو السبستريت مالها؟ الاوكزايد سوي كونسبشن اوف الاوكزايد بالمقابل من يجي كالسيوم اوفرلود بالدايت الاوكزايد الموجوده يتحد ويا ويطلع ويا الباور يطلع ويا الموشن زين اذا انا مسوي ريسكشن لا هاي البكتيريا موجوده ولا الاوكزايد موجوده راح يصير انكريز هايبر ابزوربشن اوف ذا كالسيوم واضح؟ هواي دول لما يجون عندهم انا واحده من المريضات جيت عندها ستون فورمر واحده من اللي هي باس ميديكال غير سياره مش عندي سياره واحده
واحده من ابسط الاسئله، ايش عندي سماعه قديمه، شو سوى عمي اسامه، ايش عندي حساسيه تبغي؟ يعني انا الاسئله اللي اسالها عاده، شو اسمك؟ عمر. وقت بصف التاريخ مسوي على شكل فيل. شو اسمك؟ قلنا شو اسمك؟ عمر. تاريخ المراجعه بي شيف كومبين، شنو مالتها؟ راس المراه باست ميديكال، اسالها ايش عندي السالفه؟ باست سيرجيكال، كاتب صفه معلومه نوت، نوت اكتب بيها مثلا الارجي، اكتب بيها مثلا طرف فلان، فد شيء الي. وقت وراها الورك اب، وراها الفول اب، فول اب 1، فول اب 2، فول اب 3 وهكذا. واحده من ابسط الاسئله ايش عندي سمعات قديمه؟ قالت لي عندي كرونيك ديزيز، كرونيك دياري، بس ما حد اول واحد يزن علي. كرونيك دياري وقتها عالجنا احنا الاستوري. وقتها وديتها على علي كامل. علي كامل ابو جايت. طلعت كرونيك دياري مال مجرد بدأت تريد مالته وشوية حسنت ما صارت أتاك، هاي صارت سنتين ما عنده أي أتاك مالستون متى يمك يستون بس مو يمك بقيت المانجمنت يحولها ايش عندك تجربين هسه البيشنت هيلثي ويلثي رجعت لعائلته أمورها طبيعية فتريد ذا كوز دائما أرجع أقول تريد ذا كوز واضح؟ نيكست patient can be categorized as low risk and high risk for subsequent stone formation. In high risk, what do you mean? مجرد عند previous history of the stone formation, هذا high risk. Bilateral stone, high risk. Family history of the stones, high risk. GI disease, حشينا عنه. Uric acid stone, all gout, هذا high risk. Chronic UTI, high risk. Nephrocalcinosis, due to hypercalciuria. Patient with solitary kidney, يعني قلنا أما bilateral stones أو solitary kidney. Type 1 calculi, an infection, هذا high risk. Children and young adults have a high risk. Young adults who should have adopted. Very well happy. Yes. Low risk, she saw the evaluation. Urea and electrolyte. Zero electrolyte. Full blood count to detect and diagnose hematological diseases. Yeah. Low risk, they have hyperuricemia. Hyperuricemia. First thing, think of it. I'm going to be here. But the gout is one of the problems of diagnosis. بال يعني بالبدايات اللي يجبروا بال يعني يجبروا فكروا بالميجنس واضح؟ سيرام كالسيوم كوركتد فور سيرام البومين هذا يسموه كوركتد سيرام كالسيوم تعرفون شلون تحسبون؟ اكو سيرام كالسيوم تقيسه راسه ايش بس تسوي توتال سيرام كالسيوم يقول لك مثلا 10 ملي جرام بير دي سي اكو يسوي له كوركشن يشوفون ايش قد الالبومين يقسمون شيء على شيء يطلع في نسبه معينه هذا يسموه كوركتد سيرام كالسيوم يوريك اسيد تسوي ايفاليويشن يوريك كلتشر ويوريك بي اتش هاي يعني شغلات بسيطه الهاي ريسك نفس دمي راح نسوي زاد نيكست اصفر لو ريسك بيشنت بلس 24 اور يوريك فور كالسيوم او زايد يوريك اسيد وسيستين وايفاليويشن اوف رينال تيوبر اسيدوست واضح؟ شلون نسوي ايفاليويشن اوف رينال تيوبر اسيدوست؟ نطيف هالشيء بالعائله اذا صار اسيدفيكيشن اوف ذا يورين لا هذا مو يوريك إذا بقى الكلاين ما نزل جوا 5.5 هذا غير ناتج بس بس أوكي الدور راح ندخل بحالة الكلينيكال فيجر أكو مس نومر يعني هو خطأ الاسم خطأ اسمه رينال كوليك هو بصحيح ماكو رينال كوليك أكو يوتر كوليك أكو رينال بيب الكوليك هو انوي الرينال بيب ما يصير بي ما يصير كوليك يعني اكو رينال ستون يصير كونستنت ثابت فاسمه رينال بين رينال كوليك اليوريتر كوليك صحيح بس رينال كوليك كلنا بنستعمل هاي ما كورس ثلاثه بي واحد الناس يستعملها رينال كوليك بس هو التسميه خطا رينال كوليك از اكشوالي ا مسنومر بيكوز ذيس بين تند تو ميك كونستنت ويل اوف انتستينال اور بيلي كوليك از يوجوالي سم وات انتربريتد اند اول بي كومز ان ويز وهي حركه تمام اليوريتر مو هي حركه The severity of the pain depends on the degree and size of the obstruction, not on the size of the stone. يعني مو معناها لو واحد الحصوة مالته كبيرة يجي السيفير بين أو الحصوة مالته صغيرة يجي معناها البين. هو في الحقيقة اللي شفناه على أرض الواقع كل ما تكون الحصوة صغيرة كل ما يكون البين أكبر لأن تتحرك. عادة يجي بستاكهولم ستون هيك اكسدنتال فايندينغ نص الاكتشاف. واي قيامة يجي غير موضوع. صباح عليه ستاكهولم ستون بحيث مرات تشوف تنسى حد ايش قصر اذا حصل بالوقت الكلمة أنا خاف مو خاف مو أنا والله يجوز مو أنت
انا يعني عادة أنا اسوي فد اذا من الاسبوع يجوز صحيح حج بدون اسوي كريم تنسي طخ ماحة يا معود خاف مو يا صدق حج بدون اسوي نسيتي هو طبعا كل واحد يسوي وزي تنسي تدار علي المشكلة بس الستون مو بالدام بيغتر عن كوزين اولي انتمتت او ستورجين بتشوغي ما بي موت بينفل دان الستون that is motionless مثل الستاقون ستون ما تتحرك ما بيه ألم اليورتكسون تتحرك يصير بيها ألم clinical presentation اكثر شيء يجيكم من المشاهد ما يراد مرات يجعل انه infection مثل الستاقون ستون اذا كانت infection اذا اطلس عن accidental finding يطلع الستاقون ستون قاسم يجون هيماتشوري خصوصا اذا مثلا يورتكسون لو مثلا عند فيزايكال ستون يجون هيماتشوري يجون نوزي عن بومتين بوقت الكوليك not associated with the acute abdomen يعني مو تنس abdomen شو يسمونه يعني soft abdomen are symptoms that most likely indicate renal colic caused by acute urethral or renal belt obstruction from calculus patient with large renal stone known as Staghorn calculi often relatively asymptomatic لأنه صغيرة لأنه كبيرة such calculi usually manifest as infection on hematuria after that rather than acute pain وهو يبقى انهم كده شخص ليه؟ هاي طيبة تبتكر طبعا ليش مو اي دي بالمناسبة ليش كيو شوفوا لي my bilateral Staghorn stone وهذا الشكل ما ادري شوفوا هذا الحقيقة بس هذا شلون طلعها السؤال يعني هذا سيرجن طلبرين هاي ما تسويها بعد انا تسويها نفلكتر وطلعها من التاوس شلون طلعها؟ شلون طلعها؟ الا شيء هو اكو انا فلكتر اكو من زمان افاسكولار لاين بس يعني تطلع هيك طبعا هو اسمه افاسكولار ما شايف هاي العملية بس اسمه افاسكولار افاسكولار لاين مو والله رعب يعني انا في ايام الدور اشتغلت وحده البيسك لقيت اشتغل طبعا الاخصائي بركان بركان لان تعرفون انت ممكن تستخدم 25% من الكارديك اوت بركان تشيل الدم يعني مستحيل تجيبها وياها موطخها ما اعرف شلون سواها بصراحه يعني ما اعرف فهذه مسويها يعني لا تسالني هسه هذه مسويها نفكتر وقاصر مؤخرا طلعها بس بايلاترال اوبستركشن مانفست على سيمتوم اوف دارينا فيرا يجي بايلاترال ذاك اليوم سويت سيمتوم احد اخواني الاطباء ايش كل شيء لا عندك كلينيكال فيتشر سابق لا هو ستون فورم ولا ما اعرف شنو شنو مطلوب عليه بايلاترال يترك ستار وداخل هنا فيرا ما اعرف شنو القصه كلها عباره عن تتيم ديسيوريا ما اعرف شنو هي مو ديسيوريا علي ولا يوم يوم ثاني يوم ثالث يوم ايضا اندسز اليفيتد فهذا سوينا رابط دبل جين سيشن شوي هدت الامور رجعت كل شيء مكان على اساس راح ندخل وراء نتعلم التعامل ويا الستون اوكي نكست ستون ابستركتد بيرترال بلت جنكشن هي بريزنت مايلد سيفير ديب فلانك بين وذاوت ريليشن تو ذا جراف ديو تو ديستنشن اوف ذا رينال كابسول يعني هو عاده شنو يسوي بالبين دائما يسوي شنو يسوي بالبين هاي وايد تشينج ديو تو باراستاسيس اوف ذا يوتر هل هو الستون البين due to irritation of the stone for the mucosa renal capsule هل هو البين due to extension of the renal capsule distension C خوش كنت جيبي تمرتين وثلاثة هذا السؤال هذا C يا عم والله ذكر شانس والله ذكر شانس بعد كبسو هل يبدأ C مو the stone impacted within the urethra كوز ابرابت سيفير كوليكي بين كوليكي شوف هنا كوليكي بينما بالكدي ما شاف كوليكي هنا بين عن ابسلاتر اللور ابدومن راديشن تو ذا تيستيكل اور ذا بلبر اريا عادة المريض يوصف البين مالته فروم لوين تو جراوند وعادة المريض يعني فتشي مميز دكتور عندي الم ما يقول عندي الم دكتور عندي الم كلهم دكتور عندي الم راديشن تجيب لك اياها تبكر دكتور عندي الم لانه صدق بدينا وهسه مشي هو متاخ هسه وين العلم؟ شنو القصة؟ التيست نوزي وذا وذات فومتنج يوجوالي از بريزنت واي شافوا جماعة الاستشارية شفتوا شلون يجي؟ ويجي رونج رونج بين بينما ابو الاكيوت ابدومن لا يجي بورد لايك يجي حباب ما يلاقي واحد يطخه
بينما هذه جروح يعني شوية تجي على الفراش شوية تجي ما طلع واحد قال شوية تجي شاب قال والله واحد ما طش وقتي تزيد تشعر ما حصل بس منهم ثاني مرة واحد طالع عجبني العصبية والله ثاني أنا مرة مريض زاني طبعا مشكلة مال السون الفراش اللي تقول نزل مالته هواي وصدق الضيع وضيع خصوصا اللي شنو المشكلة طبعا كل العراق مو بس حتى من اللي صارت وياه الكويت اللي تسد اجي طلع المريض ثاني يوم مجرد راح الافكت ما يزيد الم تسوي هاي يا ابني لك عيني وتكسر هو شنو عبرت عليهم؟ عبرت عليهم بالليل ماكو التراسان فالدايغنوس ماي كلينيكال اكزامينيشن ما تقدر تروح الباكر الصبح هاي الدخل على هاي اندكس اوف سسبشن هواي هواي مو واحد يقول مرة مريض بالعكس مرة مريض انا كنت مقيم ابدا زين احد الجراحين من الجراحين اللي احبهم كلش بريليانت بس هو مرات في اكتشفتها سي حد سي تي قال لي ريتركسر حد السي تي سي تي مسوي ريتركسر هو يعني عجبه انه يشتغل اوكي مو يدز على بولي عشان كنت مقيم ابدا كنت داوم حتى جراحة ما كانت مقيم ابدا جراحة كنا احنا ثلاثة ف زين وفتحنا على الهيروتوكسون عاد قلت له سيستم فتحنا على الهيروتوكسون بعدين اول ما فتح وصل اليورتا تدرون اليورتا هو الفتحه يعني اكسترا بريتونيوم يعني نفتح نفس الجل دايره بس هناك اكسترا بريتونيوم حس اليورتا ما بيستوعب بعدين حركته اذا طخرت فد شيء حاسه اكسترا بريتونيوم شو هاي بعدين فتح ابيندكس وصار في بولت في كولت وهارب في كولت وشنها طلعت بيها يعني القصة معكوسة هم تصير طبعا يعني ممكن يقول لك صار ندخل كل شيء من البيت أنا بس هالكيس شايف إيش بالعكس في الكوميونيكيشن مال ستون شنو أبسس سيريس انفكشن اللي كنا ذا دمنش رينال فانكشن يورينري فيستولا فورميشن يوريترال سكارينج عن ستينوسيس يوريترال بيرفوريشن اكسترافازيشن اوف ذا يورين طبعا يورو سيبسس ورينال لوس ديو تو لونج ستاندينج اوبستركشن دول هواي نشوف يجوز ساك لايك كدني دور دور تطلع الدستون صار قبل كم سنة وما يدري بيه صار بين وراح البين هو هم راح وياها لأن هذا مرور الوقت البين مالته يروح خلال أسبوعين أربع سبع يختلف فهو شاف روحه زين يجي وين يجي ساكلايك الدكتور عنده يعني شخص صار عنده صار شيء حصل ولا كذا شيء حصل صار ساكلايك إذا ما بيه بين عفة إذا ندخل شيء نفرتهم إذا صارت كومبليكيشن هسه حاليا عفة وأنا أحد المرضى شفته مش قلت حكيت به راح لأحد أطباء النجف زين شلون احنا نقول احنا مثل حلو العباس نزل بزبيل عليه تدري اذا جاي يقول لك هذه العمليه وينك واحد من عنده؟ واخذ عنده ثلاثه او ثلاثه من سوالف تركستان فجاني ورا فتره صاير بايو نفروسس وجات مسدوده هايدرو نفروسس واسترايد كل شيء ما فيه فتحت وهي نون فانكشنينغ صارت انفكشن تطور صار بايو نفروسس السؤال عن الفتره يعني شو قد تعب نفسك تمام؟ نكس مرحبا نكس هاي الجزء الأول ما يسمى الجزء الثاني كمل إن شاء الله آخر محاضرة الأسبوع القادم إلى